السلام عليكم ومساكم الله بالخير، شلونكم؟ عساكم بخير. اليوم 21 مارس، يوم الأم للمزعوم. هل تعتقدون أن الأم تستاهل منا يوم واحد في السنة؟ أنا ما راح أشرح ولا راح أقول شنو الأم، ولا أقعد أحط لكم من يوم حملت فينا لين ولدتنا لين ربتنا لين كبرتنا شنو صار بهالمسيرة. كل واحد يعرف، وأنتوا بينكم وبين نفسكم فكروا، هل فعلا الأم تستاهل فقط يوم واحد في السنة عشان نكرمها وعشان نجيب لها هدايا وعشان نبوسها ونصور معاها ونجيب لها كيكة؟ لا، والمصيبة السنة بعد برمضان. أنا على فكرة تذكرت إن اليوم يوم الأم المزعوم بين قوسين، لأن لما قعدت الصبح لقيت رسالة من طالبة الله يحفظها ذاكرتني لليوم ودازت لي أساس إن اليوم يوم الأم. هذا اللي ذكرني بالأمانة. الواحد صايم ومركز بالصيام ويحاول بكل ثانية أن يستفيد منها في الأجر يعني، وطبعا راح من بالي سالفة لأني أساسا أنا ما احتفل فيه ولا اعترف فيه بالأصل، لأن هذا ظلم عظيم يقع على الأم. والأبو طبعا مشول من السالفة، منهم مركزين على الأم، يعني أمك ثم أمك ثم أمك، واختزلوا في يوم واحد للأسف واجتهدون بهاليوم. طيب أنا أبيكم تكونون معاي كل جزء من الثانية في السنة هذه اللي هي 365 يوم، فوينكم في كل باقي السنة؟ في أمان الله.